عبودية الأسرة وجهود حمورابي في تحريرهم في البلاد الأجنبية. تاريخ البشرية يشهد العديد من الصراعات والحروب التي تنتج عنها أسرى الحرب. وفي العصور القديمة كانت عبودية الأسرة أمراً معتاداً، حيث تم احتجازهم واستغلالهم في الأراضي الأجنبية. ومع ذلك كان هناك بعض الجهود النبيلة التي بذلت لتحرير الأسرة وإعادتهم إلى ديارهم. واحدة من هذه الجهود البارزة كانت للملك البابلي حمورابي. تحول الأسير إلى عبد في البلاد الأجنبية. في العصور القديمة كان الأسير بمثابة غنيمة حرب يمكن استغلالها من قبل الدولة الفائزة. عادة ما يتم بيع الأسرة كعبيد وتعرضهم للعمل الشاق والاستغلال في الأراضي الأجنبية، وهكذا يتحول الأسير من مكان الحرية إلى وضع العبودية، حيث يفقد حقوقه وحريته. جهود حمورابي في تحرير الأسرة. وفي هذا السياق قرر الملك حمورابي ملك بابل في العصور البابلية القديمة العمل على تحرير الأسرة البابليين الذين أسروا في البلاد الأجنبية. لقد أدرك حمورابي أن حرية الفرد وكرامته هي حقوق أساسية يجب أن تحترم، وأن الأسرة يجب أن يعاملوا بإنسانية. قرر حمورابي منح تخويلاً للتجار البابليين للتدخل وتحرير الأسرة البابليين في البلاد الأجنبية، وبالتالي كان للتجار البابليين سلطة وتفويض للتفاوض والتدخل لإعادة الأسرة إلى ديارهم. حددت الآلية التي يجب اتباعها في عملية تحرير الأسرة. فإذا كان الأسير متمكناً بما فيه الكفاية لدفع فدية للتجار البابليين، عليه أن يقوم بذلك ليتم إطلاق سراحه. وإذا لم يكن الأسير قادراً على دفع الفدية، فإن المعبد في المدينة كان مسؤولاً عن توفير الأموال اللازمة لتحريره. وإذا كان المعبد غير قادر على توفير الأموال، فإن يقوم الملك حمورابي بتعويض التجار عن تكاليف تحرير الأسير. جهود حمورابي في تحرير الأسرة لها تأثير كبير على المجتمع البابلي، فقد أظهر حمورابي رؤية إنسانية ورعاية لشعبه، حيث رأى في تحرير الأسرة استعادة لكرامتهم وحقوقهم، كما أنه كان يقدر القيمة الاقتصادية والاجتماعية للأسرة المحررين، حيث يعودون إلى ديارهم بعد تجربة العبودية والاستغلال. بالإضافة إلى ذلك، تعزز جهود حمورابي سمعة بابل كقوة قوية وعادلة في العالم القديم، كما أنها تعكس القيم الإنسانية والعدل التي كانت تتبناها حكومته. وقد أثرت هذه الجهود على العلاقات الدبلوماسية بين بابل والدول الأخرى، حيث تم تقدير جهوده في تحرير الأسرة واحترام حقوق الإنسان.